انا حاب اشوفه هو ينفذ حكم مجلس بلد اشوف يلا عليه بالحرام اطبق علي الحرام طلع عندي ليش ام الله احنا حكم نفذ حكمنا والشيخ راسل تحترم حكم ولا ده نفذ دخل فريقك هذه اول مره علي الحرام لو يجي معك اسمعني علي طرق ما تروح بها اليوم والله العظيم ندق اليوم بالميدان والله ان ندق بالميدان انا علمتك طبق حكم الشيخ ولا قول التشهد يا اخي الامر سهل اقرا التحيات ثلاث مرات وانتهت الموضوع اقرا التحيات الله يجزاك خير انت شو انت قلت لي قرايه صح اسمع حدك فيه ايه مقهور ملاحي مقهور لا, لا 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 قال لك قال بقره ابو سعود البقره قال لك ما قال لك هو محددها ترى سوره بقره كامله ايه جزاك الله خير انا والله انا نقرا الى الفجر نحصل على اجر الحرف بعشر حسنات ايش ورانا يلا يا ام خلاص بقرا سوره البقره كامله يلا واذا سامحتني قدام البث اذا سامحتني اني اوقف او قلت يروح الله لا يحللك بقرا خلاص ايوه اقرا كامل والله ما انت يا ملاحي كانك عجوز ما تدعي عاد اقرا احنا معك احنا معك رح اقرا لا بقرا لا يا خلاص لا يقرا عليك أجيب القرآن أحسن صح؟ أحسن من التلفون صح؟ كيف حرية لك؟ وقبل ما تمسك القرآن توض يا الوصخ أي تحسبني نفسك وصخ على جنابه أنت عشيك تثورت ما تثورت عود بالله كل الناس يشوفون الناس بعين طبع عود بالله طلع من طورة بكى يا عود بالله إيش هذا الإنسان ما عنده كلام طيب عود بالله يا شيخ إنا لله وإنا راجعون يلا لأن في الكويت ما عندكم تويتر ولا قرآن يلا اقرا قران يلا ملاح ارفع القران يلا شنو هذا كلام ملاح ارفعها يا اخوي شيك كلش ما راح ترفع ارفعها يا اخوي ارفعها يلا يا ملاح